شايفين بيحصل ازاي؟ خريطه، يبقى معاك خريطه بتعمل عليها تحديث بترسمها كويس، وتحط على كل مبنى او على كل قطعه ارض رقم، وفي استماره يبقى معاك استماره ثانيه فاضيه بتقول الرقم اللي عندي ده اللي هو A1 الوصف بتاعه كذا، اللي هو الارتفاع الحاله اللي استعملناه ده حسب بقى نوع الوصف. تمام؟ فالاوتبوت بتاعي بالنسبه لي بيكون مثلا لو كان عندي ده مرسوم بولي لاين كلوز، مش كده؟ عشان مبنى، صح؟ وعندي انوتيشن، صح؟ وعندي اكسل. في كلام كتير ومن ناحية واحدة Thank you.